والنص إذا جاء فيه توحيد فيكون له فضل، وذلك كما ورد من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وذلك لأنها تحدثت عن التوحيد. وكذلك سورة قل يا أيها الكافرون كما ثبت عند الترمذي أنها تعدل ربع القرآن، لما؟ لأنها تحدثت عن التوحيد. سورة الفاتحة هي أعظم سورة لأن فيها ذكرا للتوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين. آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله لأنها ذكرت التوحيد، وهذا يدل على عظم فضل التوحيد.